كاين عصابه في العقارات ديال الناس. هذاك بوطربوش معروف هو اللي كينوض، ما دافعين وناس ديالهم عندهم استغل القذائف، عندهم نفوذ داخل المحكمه وخارج المحكمه، وكيدير اللي بغا هو كيستغل. السيد باغي يبيع لي العقار ديالي، ما باغي ياخذوا ليا، درا استغل الاميه ديالنا، راه ماشي انا، راه واحد 20 واحد. حتى القاضي الشهيد عندي تم وما ناداش عليه، داكشي اللي كيقول كيصدر به حكم، داكشي اللي قال. النهار الاول ملي كيجي عندك كيبدا معك مزيان، كدوز واحد شهر ولا شهرين، ملي كيقضي الاغراض ديالو كيزور ديك الكتبه ديالو كيقلب وجهو. انا وخلاو مشردين ولادي ومشردين انا عائلتي كنسعاو. السلام عليكم، تاودي سعيد من طوار محاجر قيد السي موسى بني عمالات المحمديه. هاد السيد جا عندي النهار الاول على اساس باش يشري عندي العقار، مشيت انا وياه عند النوطيره درنا الاثمنه، ادى الشيكات للنوطيره. النوطيره ملي ادى لها الشيكات قالت لي غدير واحد الاسبوع وتجي تاخذ الفلوس ديالك ديال العربون في 120 مليون، حطت لي العقد هي في 120 مليون. ملي جات باش ناخذ باش رجعت عندها، ملي ناخذ اسبوعين ومشيت عندها باش ناخذ المبلغ ديال العربون، قالت لي راه باقي الفلوس ما دازوش. بقيت عاود مشيت عندها، عاود انا تحزيت على الفلوس، قالت لي يا ودي هو راه ما جابش لي الفلوس. مشيت عنده هو للمدرسه في بورغون، شارع بورغون، المدارس ديالو. قلت لي يا ودي راه خاصك تعطيني تجيب لي المبلغ، انا راه خاصني الفلوس، خاصني باش نفك المشكله ديالي. ملي مشيت قال لي بغيت الفلوس غتجي معايا عند النوطيره. ملي مشيت انا وياه عند النوطيره كتفاجئ النوطيره كتجبد لي 3 المليون، عطاتهم لي الشيك ديالها، قلت لها خاصني فلوس، عطاتني الشيك ديالها 3 المليون، صرفته على طريق البنك ديالها. مشينا بقينا الشيك بسمية النوطيره، وكاين دليل، ما انا مصرف الشيك بسمية ديال النوطيره، عطاته لي قالت لي ها هو قضي به الغرض. قال جيت هو عاود جا عندي، ملي جيت انا وياه ملي مشيت عنده قالت لي هي في الاول قالت لي هاك 3 المليون حتى يجي هو يجيب لي الفلوس. مشيت عنده انا قلت له ودي راه خاصني الفلوس، الناس كيتسالوني خاصني نعطي، انا قلت لهم فكيت المشكله ديالي خاصني نفك المشكله، اعطيني الفلوس. جيت انا وياه عند النوطيره، ملي كان جيت انا وياه عند النوطيره انا كنتفاجئ، عطاني هو زادني 3 المليون ونص، 3 المليون و 60 الف ريال عطاها لي. ملي عطاها ليا كان وقع، قالت لي انت وقع على 3 مليون هاد الفلوس اللي شديتي، شويه كان وقع الفلوس بان راه شدتني. هو اش كتقول في الوعد والبيع؟ كيرخص ليها هو فصل السبعه، كيقول كيرخص ليها بانها هي تعطيني انا مليون درهم، 100 مليون ليا. ملي عاود كترجع ملي سميتو بقى عطاتني فلوس لا والو، بقينا كان جا اليوم غدا ندا لا فلوس والو. تناقش انا وياه، مشى قال لي ودي مشى هو نوض ليا خوتي دعوني وخد وشرى من ملي دار شرى عندهم الحكم ديالهم. خوتك وراتها معاه؟ لا ما وراتهاش، ما عندهمش الورات، انا العقار سميتي ولا اي وقع، حتى هو بالنفوذ ديالو هو داكشي كل شيء، هو عنده كاينه عصابه في العقارات ديال الناس. هذاك بوطربوش معروف هو اللي كينوض، ما دافعين وناس ديالو مع عندهم استغل القضاء، بعض القضاء اللي هما ماش نازيين وكيدير اللي بغا هو كيستغل. مشى هز جدار، مشى شرى الاحكام، عنده الفلوس هو، حنا شرى الاحكام، وتصور هذا كيشري احكام ديال المحكمه وباقا موش نهائي. يعني ملي كتشري محكمه اذا كتشري حكم، راك انت عارف ما دير، راه انت عندك يدك بالغه كتقول انت كما كيقولوا. هذا السيد عنده نفوذ داخل المحكمه وخارج المحكمه، لان مازال دابا اودي راه كاينه الحمد لله، راه جا واحد الوكيل دابا في الدار البيضاء، راه الحمد لله الله يخلصو، راه ورينا، راه ورينا الحق ديالنا، راه عطانا بان في غنمشي هما ذوك النفوذ اللي دايرين بيا. لا راه الوكيل العام اللي جينا دابا راه الحمد لله، ما قبل راه حتى واحد ما كان كيتسول فينا، حتى واحد كتهضر معاه كيقول لك ما سكتيش ندخلو، شحال من والله العظيم مشيت لواحد الوكيل قسم لواحد النائب قال لي ما سكتيش غادي نعتقلك، قلت له واش ندوي على حقي تعتقلني؟ غير يعطيني السيد باش عطاني، وما عندنا غرا. مشيت اسيدي صيفطت لها النوطيره، صيفطت لها بان هي تعطيني باش عطاتني هاد 100 مليون اللي كتقول هي فينا هي، اريني باش، ما جاوبتنيش. مشيت درت دعوه في المحكمه، ملي درت دعوه في المحكمه جا هو دار ليا فسخ وعد بالبيع. ملي مشيت دير دعوه دارت فسخ بالوعد بالبيع، قال لي صافي نتفقوا غنمشيو نديرو فسخ، ما بقيتش نتساني ما نتسالك. مشينا زدنا فسخ وعد بالبيع، هو اللي راه كاين. كدوز واحد من 2017
درنا الفسخ في 2016 حتى كانت 30 حتى كانت تفاجئ واحد النهار بان جاب لي السيد بان ورث 2000 نسخه تنفيذيه. او كيفاش مشيت انا للمحكمه كنطالع كنلقى السيد دير لي العون، دار لي الرفض، بان انا تبلغت ودار لي الرفض. وهذاك النهار ما كانت الرفض بالتبليغ، زعما انا ما بغيتش نتبلغ، دار لي هذيك دار لي الامر بالاذى، وهذاك الامر بالاذى زعما انا رفضت. وانا ما كنتش كنتوجد هذاك النهار خارج مدينه سطات وعندي شاهد وما كنتش، انا ساكن في محاجير والعون كيدير لي مبلغ سيدي موسى العيسي. موسى العيسي راه جامعه في وسط منا، جامعه وسط الدوار، ما انا ما بيني وين سيدي موسى العيسي راه كاين شي 12 كيلومتر 13. انا فين ساكن؟ ساكن محاجر وحتى الاعتراف فيه فيه المهارير وما كاينش هنا في المحمديه، خاص نمشي لبن سليمان. ملي كنتفاجئ انا راه عندي اعتراف بيدين، كندير بحق وانا ندير شكايه بالعون، تابعته النيابه العامه. وناد جاب خواتاتي داروا لي اشهاد، وخواتاتي عندي مع دواء وقرابه. اشهاد ديالك؟ اشهاد بان انا مشيت عندهم وقلت لهم راه جا العون ورفضت ليه. هذه هي دي ولا يعقل. وفين جينا وحده بعدا كنت كنهضر استاذه، راه ملي كنهضر كنهضر شي حاجه بالدليل، القاطع ما كنهضرش. اش قال وحده؟ اش قالت لهم وحده؟ قالت لهم راه جا عندنا الصباح، وحده قالت لهم لا راه جا عندنا في العشيه. وين هي الحقيقه فيهم؟ واش اللي قالت الصباح واللي قالت العشيه؟ وحتى اي حتى القاضي اللي مع العون ومعاه هو حتى كاع الحاجه اللي هي صالح المتهم مش صالح التهم بعدها، استبعدها القاضي، ما الشهيد عندي تم وما ناداش عليه، عندي فرع في المحكمه الجلسه وما ناداش. وفي نفس الوقت ملي قلت لي قلنا للمحكمه المقاره قلنا لي ودي راه هاد الناس عندي معهم قرابه وعاده، وقال كاسي ما غادي ناخذ الاستثناء ديالهم، ما غاديش نديرهم كشاهدين في التاريخ الحكم كيعلل عليهم ما جا نسالهم. هذا شنو؟ هو تفاجئ انا باعتراف بيدين ودار لي حز تحفظي الارضي وبغى يبيع لي العقار ديالي ومن النائب ديالو، راه ثلاثه الخطط وكيخرج لي الحكم، كيدير لي هذاك عدم قبول طلب بعدم الاثبات، ما كاينش الاثبات ثلاثه الخطرات، كيدخلوا الحفظ بعدم الاثبات. انت عندك ما يثبت؟ وعادي ما يثبت. علاش دابا الوكيل العام اللي جا وطالت مني علاش دابا رد لي دعوه باش ندير فسخ العقود؟ كيقول لي هو بان راه هو قال لك حنت هي التقادم، داك الشيء اللي تنسب للنوطيره، داك الزور اللي تنسب للنوطيره تقادم، وما تقادمش. انا كان فوجئت تقادم باش تقادم، راه فوجئت انا ما بيباليش. انت كتفاجئ بواحد المبلغ هذه البلاد اللي كتباع في مزاد العناني، انت كدير لي موعد البيع ترجع تيجي باغي تبيع لي، وشاري احكام، عند خواتاتي هذاك بوطربو شاري احكام، وعندي دليل شاري احكام. انت كتشري حكم ديال المحكمه بان تراك عندك هنا. فين قلت لك انا دخلت عند ذاك الرئيس هذاك العلام اللي كان وكاين خضرو بورا، كان هو قاضي التنفيذ بجوج هادو، هو بحال خدام معاه، بحال تقول حتى المحكمه ديال سيدنا عطانا حقنا وما كيمشي وكيبغى لقيته عنده. ملي دخلنا عنده حنا ثلاثه الناس دخلنا، وملي دخل هو شافنا ورجع، راه قلت لك مسبقا عياط عليه هو ذاك بوطربوش، عياط على الرئيس المحكمه. وملي رئيس المحكمه خرج بيده للباب كيقول لنا سيروا عند النائب، سيروا عند خضروب هو اللي غادي يستقبلكم، وعوت عليه ودخلوا مده ساعتين. ومن اللي خرج السيد كيهز في العولاب من طوب من السيره ديالو كيطلع للمحكمه. العولاب ديالاش؟ علاب كراطن. اش فيهم؟ كيفرق على الناس بمناسبات العواشر، الله اعلم شنو كيعطيهم. ملي درت الدعوه انا في رئاسه النيابه العامه وطالبت بالكاميرا، وإلا كان شي حاجه عندي شكايه امتى درتها، والتاريخ امتى مشى، والتليفون في هذاك التاريخ. إلا ما كانش راه التليفون كي الدولة عندها صلاحية باش تاخذ، حق تاخذ مكالمات من عندي ولا من السورادة، راه ماشي أنا كنقول شي حاجة اللي هي فارغة. وشنو المطالب ديالك السيد داودي اليوم؟ المطالب ديالي أنا ناخذ حقي، أنا راه السيد باغي يبيع لي العقار ديالي، أنا باغي ياخذوا لي الأرض ديالك. وحتى هاد خواتاتي اللي داعين اللي نوضهم هو باش يدعيوني، راه تيسر عندي والعقار والتحفيظ يطهر العقار من جميع الاضرار من بعيد او من قريب. هاد الناس باش هاد مصدر الدين، الا مصدر الدين انا مزور خصني نمشي للحبس، مصدر الدين يعطيه ليا باش لا هو ولا هما. هذا يلور باغي يديو العقارات كواك، حنا سيدنا جاد علينا وهو باغي يديو لينا ديالنا. واش حنا من حنا ضربنا التمار، حنا مخدام الناس، حنا بلادي دابا انا حابس عليها، انا ما عنديش باش نخدمها، خلاني الله كريم كل بلوكاو ليا كل شيء، لا باش نتعامل ولا باش شكون غيتعامل معايا وانا عندي عز تحفظي في ارضي. راه كنسعى ملي كنبغي نركب على شي حاجه كنمشي نسعى، انا كنسعى
باش نركب عير. واش هادشي يركب شي عند محامي بغي شي ينوب عليك خاصك تعطيه الفلوس. انا ما تنعرفش ما قاريش. استغل الاميه ديالنا هذا السيد راه استغل الاميه ديالنا هو ولا هاد النوطيرين هاد الموثقين اللي كيجي عندهم هو على هاد السيد اللي غادا تقول لي انا حتى شاد الوس. هو كيقول لي جوج شيكات شادهم واحد فيه 80 مليون واحد فيه 40 مليون لا هاد الشيك لا هاد الشيك شكون صرفو راه بالارقام ديالو شكون صرفو على الدليل ارنا الدليل باش صرفتيني انا باش عطيتيني وقايل المبلغ هو فمو ما حطاه نوطيره ما حطو عدول قايل له فمو 280 والاعتراف فيه 270 هذا الشيء شنو هذا ما فهمت والو انا راه الشيء راه كيحير هذا الشيء كيحير هذا الشيء يا استاذ هذا الشيء كيحير هذا الشيء كيحير ها هو اللي يزيد لي غماده لي كاع هو خوتو كاع اللي هو خوتو كاع ها هو ضيعهم باغي يديني ديالهم هذا بوطربوش معروف معروف ها هو كيدير كيتثابت عليه الزور لان عنده الفلوس عنده النفوذ ديالو عنده الفلوس حنا ما عندناش باش نقاتلو مع ها من الشهود كيلقطهم واحد 20 شاهد ملقطو هو بالفلوس بالفلوس كيستغل الاميه ديال الناس ديال الظرفيه ديالهم المخزن ما كاينش اللي يقدر كاين قلت لك بعض الناس اللي هما شنو زاه كاين القضاء نزاه كاين الحمد لله وعندو المخزن كيقول لك انا اللي انا عندو النفوذ ديالي وهو واحد القضيه اللي في غالب الامر داكشي اللي كيقول كيصدر به حكم داكشي اللي قال يعني قل ما يلا تبدا معاك داكشي شنو غيتصدر وحتى هما بعد النفوذ بعد الناس في السلطه كيوريو اش يدير هو كاع كيعطي الفلوس النهار الاول ملي كيجي عندك ملي كيبدا معاك مزيان كدوز واحد شهر ولا شهرين ملي كيقضي الاغراض ديالو ملي كيزور ديك الكتبه ديالو كيقلب وجهو كيولي يقول لك وانا نظار المخزن واسي ترى ما درتش شنو راه بكوك وكيقول لك سير موثقه دابا موثقه زورت الموثقه خاصها تعطينا باش هاد هي لي القار هينه ماشي هكا تقول لي الفلوس وتا حاجه ما كاينه واش يعني سن فاش غنديروا حنا ما عرفناش اش يعطينا باش عطانا يعطيني باش عطاتني لا هي ولا هو ومرحبا وهذيك هو اللي كيتير واش كذيبه تير المحكمه ويصيفطوني للحبس من غدا انا ماشي مشكل عندي انا راه كنهضر في الفراغ انا شليتي باش غنديروا لهاد السيد انا وخلاو شرد انا وولادي وشرد انا وعائلتي كنسعاو ماشي ساهل هادشي انا كنطالب من السلطه هاد بوطربوش راه بغى يسولني على الحقوق ديالنا انا كنطالب السلطه ونطالب من سيدنا يعطيوني الحق ديالنا الا نتسالوا الحق ناخذوه ما كنتسالوش ما عندناش المشكل راه السيد انا كنطالب من المحكمه تفتح معايا تحقيق لا تفتح معايا تحقيق في هاد النزيله هادي اللي هاد السيد كينصب على هاد الناس راه ماشي انا راه واحد 20 واحد كاين بعض الناس اللي ما حاضرينش راه ماشي انا راه كاين عدد ديال الناس عدد ديال الناس وهو اليوم كيبين لكم بان هو بان المحكمه الموقره ذكر بان هذا السيد كيتبن بان هذا الزور ها كيتبت عليه الزور عنده مع قرائن ما الزور راه كاين عنده مماثله عندنا دعوه مماثلات عندهم مماثلات والسيد كاين عندنا واحد السيد عندنا حكم ديالو بانه هو السيد باقي ولده حي وباه باقي حي هو كيكتب عليه بالزور في الدار البيضاء النوطير بانه هو راه هذاك الولد غادي يبيع عليه ثلاثه القطارات من الحق ديال باه هو قتل واش بغى يقتلوا باه ولا اش بغى يدير معاه باه باقي حي باه باقي حي وكاتب عليه باه باقي حي ويكتب عليه بانه غادي يبيع ثلاثه القطارات وهذا الشيء اللي كنقول لك راه كاين عندي عندي الدليله دليل ما عنديش كنهضرش بالفراغ ما كاينش الفراغ ما كاينش الفراغ هذاك الوردي عندي الدليل بان مشاد السيد ولده ويكتب عليه وعطاه طوموبيل وفي الاخير ملي ما دارش قال عليه عطاه الطوموبيل باش قال لي دار ديك الطوموبيل وعدوا البيع في دوك ثلاث القطار وباه باقي حي وما ولا يعقل تشري مع السيد الولد وباقي حي خليته يورث بعدا ويدخل الارض وهذاك الوريث اللي شري بعدا راه ما عندوش ثلاث القطارات ما غيورثهمش كاع ما يورثهمش وبعدا تيموت بواه هو عنده حق يدخل السيد العقار هو شري من عندو انت شكون مال هو انا كنطالب بهذا بوطربوش كيفاش هو كيصدر الاحكام قبل ما شنو هو رئيس النيابه العامه وما كيصدرش الحكم قبل ما يدير تحقيق وقبل ما هو كيقولوا قبل ما يتصدر الحكم كيقول لك انا راه غادي ندير ها اللي غيوقع وكيقول النفوذ اخرين حتى الناس اللي هما في هذاك ديال معاك ضدك كيقول لهم هو شنو واقع وكاين كاين عنده قرائن باش كيدير هادشي انا راه ماشي خاصنا كنطالبوا بالتحقيق فتح تحقيق إلا كانت سالوا الحق مرحبا ما كانت سالوش الحق راه حنا كنديروا واش كذيبه وحنا نمشيو فيها للحبس هذا هو اللي كيبان لي انا هذا العقار هو شادنا به سيدنا هو بغى يديه لينا دابا النفوذ ديالو بغى يديه كيبان لي السيد حنا امي استغل الاميه ديالنا
استغل الاميه ديالنا هذا هو العقار ديالي انا، راه حافر فيه البير. الدوله عطاتني ساعدتني، الدوله ساعدتني انا، الارض ديالي خلى لي واقفه، ما بقى عندي فلوس، ما بقى عندي والو، مخلص على القانون ديالها وشريتها من الدوله، وهذا السيد بغى يدي لينا ديالنا، ما فهمتش انا علاش. ها الارض ديالي بغى يديها لي، ها هي هذه الارض ديالي، علاش تيديها لي؟ شنو السبب؟ ما هو السبب؟ الا ما نتسالاش نمشي في حالاتي. كيتسالني السيد شي حاجه يعطيني باش، واش السيد ما كيعطيني بلا باش؟ لا هو بغى يدي شي حاجه اللي قالها في امه كتشدها المحكمه، ما يمكنش. هاد العقار ديالي بغى يدي ليا، وكينوض ليا ناس بنفوذ، واش راه احكام؟ اش راه حكم؟ اش راه حكم؟ هذا اللي كيشري حكم باقي ما صادرش نهائي، هذا راه ماشي سهل، هذا راه ماشي سهل، هذا اللي كيشري حكم باقي ما صادرش نهائي. لا الناس والو، هذا راه قالنا استغنينا الاميه ديالنا، كنطالبوا من سيدنا، حنا كنطالبوا من سيدنا، والمحكمه الموقره تعطينا حقنا وتفتح معنا تحقيق، فتحوا معنا تحقيق. هاد سيدي لا دابا طربوشي لا الى هو التاغي، الى نعرفوا شكون هو سيفتو، يعطينا سيفتو شكون هو، شكون هو بالهم. او انت صافي، انت عندك النفود ديالك، عندك فلوس، عندك مدارس كتدخل بها الفلوس باش كتزري، حنا راه ما عندناش باش نركبوا، حنا راه حاليا سبعه ولادنا كيسعاو، ارضنا صبحت كارمه، عندنا به الحافين خاسر فيه 40 مليون وما عندنا باش نلحقوا ليه، باش غنلحقوا؟ باش غنلحقوا ليه؟ يعني كلشي كيموت. انا بغيت نتنقلوا عير من العربيه للمدينه باش نركبوا، ما تشي عند واحد يقول لي عطيني رانا عندي هذاك، وكو انت عندك عقار غيدي لك الاخر، طالق عليك سال شي اشاعات ديال الناس بان راه دالك فلوسك، غندي لك ارضك. باش شكون هو اللي غيمشي دابا؟ لا الدوله ما بقاش باغا تعاوننا، كتمشي كتبغي تمشي قاعد تسلف من القرض الفلاحي باش تنمي الفلاحه، تخدم معاك ناس وتخدم راسك ودير بهايم. حنا بهايمنا بهايمنا كنبعناهم، بعنا البهايم، بعنا بهايمنا، بعنا تسلفنا مع العائله، غرقنا دين في قبله هو، والله العظيم انت غرقنا دين، وحكي انت التلاعبات كلهم العقود، كلهم العقود، متناقضين متناقضين متناقضين، كلها هي العقود متناقضه. وإلا كان عنده شي عقد ما متناقضش، أنا المحكمة المقرة يدوها ساهلية، دير اللي بغات، المهم أنا تنطالب باش يفتحوا معايا تحقيق.